قرار اتخذ ليلا بإقفال جميع المصارف وفروعها في كل المناطق احتجاجا على الأحداث التي تشهدها. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري. مساء الخير. نور يا أهلين. استاذ أسد، هل صحيح أن غدا ستقفل جميع المصارف في لبنان؟ نعم، رغم من جمعية المصارف أنه عبقرة يوم إقفال فروع، ولكن رح تضل عمليات الاتئام والشركات وبعض الأعمال الإدارية ماشية، ولكن الفروع مسكرة. نعم، ماذا عن بداية الأسبوع المقبل يعني نهار الاثنين، هل سيستكمل هذا الإقفال؟ مبدئيا اللي تبلغناه نحن لحدية من نصف ساعة يعني أو ساعة على الأثر هو أنه عبقرة في إقفال فقط. نعم، يعني ما في إقفال مفتوح يعني. نعم، يعني نهار إقفال وبعدين بيرجعوا إلى العمل مبدئيا. مثل ما عم بقول لك القرار، يعني عم بقول أن القرار منه قرار نقابي، قرار جمعية المصارف، بس هيك بلغناه وهيك عم بوصفه مثل ما وصل لي يعني. نعم، أنا بدي أتشكرك رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري على هذه المعلومات، شكرا لك.